نريد نعبر، نريد نعبر سو تقطيع كل عبر. يا زينب ذاك الاكبر منه اللي بالجزيره، اي ذاك هذاك بالصوره انا اشتغلت عليه، طبعا انا ما ذاك انا اشتغلت فيه ما اعرفه. ما تقدر تسيطر عليه بالصوره. جدا اثنين هاي واحد بين القوات الأمنية والحشد الشعبي، الكل يقاتل من أجل العراق وتطهير أرض العراق، ودماءهم رخيصة من أجل ثروة العراق وأبناء العراق، ولهذا شفنا الأداء مستوى عالي وتطور كبير في دحر داعش والتقدم نتيجة هذا التعاون والتنسيق. اليوم احنا في منطقة مفرق القرمة، الساتر اللي تشوفونه ساتر الصد، طبعا مثل ما تلاحظون الابطال هنا واقفين على ساتر الصد لان الدواعش بدأوا ينهزمون ومحصورين بجملون هنا هسه، يعني مطوقيهم ومحاصريهم قوات الحشد الشعبي من كل مكان. تعال ايه الصوت مني تعال. مثل ما تشاهدون ابناء الاتحاديه مساندة اخوانهم بالحشد الشعبي جاي يردون المقاومه، وشوفون ابطال الاتحاديه واقفين مع اخوانهم بالحشد الشعبي
يردون هذا التعرض بكل شجاعة وعزم. حجر حجي اريدك تقول جابر وتتمشى وياه وتسولف وياه. خذ قود وتسولف وياه. يلا. والله أنا عندي أولاد أربعة وعندي إخواني خمسة وإحنا مشاركين من بدأت الفتوى لحد الآن. وولدي منتهيين أصغر واحد عمره تقريبا 15 و14 سنة، أصغر واحد هذا صار له سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر يقاتل اليوم. جبناها إن شاء الله من بداية الفتوى ولحد الآن الحمد لله والشكر. عندنا إخواني من عندهم جرحى، ولد عمي ولد اخوي شهداء والحمد لله والشكر. احنا اللي بقينا تقريبا سبع نفرات او سته هسه الموجودين. ابو حدر هي ارواحكم على مود ننتشر احنا وجماعتنا هنا، هاي المنطقه راح ننتشر فيها. ما ننتشر. حسين وين راح حسين؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام حبيبي. لك شو تعرض وانتوا قاعدين معاه واحد في مسح حمار. شاي مو تعرض هذا حجي. وراه اللعب. ما يهزنا. اي والله متعودين عليه الشغله. انت ماخذ راحتك مدد. طبعا ماخذ راحتي لان نعرفهم مجبناء. ما عندهم الجرأة يوصلون يمنا. هذا تعرض. وذا تعرض. ما يتقدم والله جبناه مأمنين من هاي. اي مأمنين يعرفون نعرف ارواحنا شنو نعرفهم شنو. والله ان شاء الله تددها السلام عليكم. اليوم جولتنا مميزه راح تكون مع ابطال الهندسه ابطال هندسه لواء 21 تابعين لمنظمه بدر هيئه الحشد الشعبي. راح نكون وياهم ونشوف شلون ينظفون الشوارع. تعالوا يعني هدون اكو هسه عبوه جاي يفجروها الابطال، راح يفجروها وينظفون الشارع. هسه هم جاي يعالجوها، اذا قدروا يفككوها يفككوها، اذا ما قدروا فراح يفجروها. ابقوا يعني راح نشوف شلون يتعاملون ويا العبوه. لا ابدا لا، الان الحشد الشعبي لا يفخخ المنازل ولا يفخخ الطرقات ولا يفعل ما يفعلون. الان كما تلاحظ الطرق مفخخه، المنازل مفخخه، العجلات مفخخه، كل ما موجود في هذه المناطق مفخخ. وصراحه الحشد الشعبي يتعامل هاي بعد ما جاهزه. هاي ليش خليت بلوك هنا؟ هاي الامان. يعني تشك بها اكو عبوه. اي بس هل هي ماكو شيء بس الامان خاف الاحتياط يعني. الاحتياطي. ان شاء الله. هنا الابطال اكتشفوا عبوه راح يتعاملون وياها.
شفتوا هسه العبوا شلون فجروها الابطال. هسه راح نروح نشوف مكانها. هنا عدنان شوفنا الجلي كان اللي لقيته، والثاني هسه ذن الجلي كان مربوطات واحد الثاني ينجلي كان مربوط. شنو الغايه يربط واحد هنا واحد هنا؟ الغايه بانه باي طريق السلكه فهو راح يتمكن من اهلاك الهجره. لكن انتم ان شاء الله متهيئين ومتحضرين. هسه مثل ما تلاحظون هذا الجلي كان، تلاحظ اذا زميلي محمود يقرب صوره، وهذا السلك ماله اللي مربوط كما تلاحظ. هذا هذا الجلكان، وهذا السلك، السلك متصل بالجلكان الاخر. اذا اتجه هنا زميلي محمود الثوره، الان بدا التعامل مع العبوتين. طبعا تلاحظون هسه بدا عدنان يتعامل ويلعبه. مثل ما تلاحظون الانفجار شلون قوي، والان يعني سقوط الشظايا. شوفوا العدو هنا، خلينا حسب ما اعتقد بانه حسب قدره وامكانيه هذا الانفجار اكثر من جلكانين، اكثر من جلكان او جلكانين. هذا الجهاز هو طريقة كشف المعادن، عندما يأشر تأشيرة قوية نحس بأنه اكو وجود معدن فنحفر. عندكم يعني اكتشفتوا به شغلات؟ والله مو للدرجة يعني، ولا مو مثل عندكم مجرد خبراتكم. اي مجرد كشف معادن، اي آلة حديد يأشر عليها. السلام عليكم. اليوم ويانا البطل عبد الله اللي اكتشف احد البيوت اللي مسوين بها معمل تفخيخ. راح ندخل. عبد الله، يعني هذا البيت الوحيد اللي لقيته هو معمل تفخيخ؟ لو لا، اكو اكو اكثر من هذا البيت موجوده، وفككناها ولقينا سيارات هواي مصفحه ومزرعينها هم، بس ما حتى ما ملحقين، يعني اكو قسم من عندهم ما ملحقين يفخخوها من قد ما انهزموا خافوا وشردوا. مثل ما تلاحظون النفق ممتد لحد الان، وبعد يمتد لمئات الامتار. فاحنا راح ننهي جولتنا هنا، وبعد ما يقومون ابطال الهندسه بتنظيف المنطقه وتهيئتها ان شاء الله نجي نصور لكم النفق. يوم امس تقدمنا باتجاه هذا القاطع اللي هو يعني هسه فد 500 متر عن الجسر السكاريه، وتم الجسر اللي يربط بالفلوجه، يربط بالفلوجه تقاطع يعني هو. فتم العثور على معمل للتفخيخ بالكامل. هذه يعني تلاحظون العبات الناسفه، هذه ادواتهم يعني اللي يستعملونها للتفخيخ، هذا الاكسجين، هاي الوايرات، هذه الابطاله يعني. تم قبض على هذا الدواعي، الطفره البارحه
لحقناهم ذبوا ملابسهم ولبسوا ملابس مدنيه عمود يضعون وش اسمه ما يبينون لانهم دواعش. ها شو هاي ملابس مو لحقين. حصرون بس هاي زين ولا حياهم شو يبدوا؟ شو؟ جئنا كي نشارك الأخوة من فصائل الحشد الشعبي بتحرير هذه المناطق ومضايقة الفلوجة كي نتقدم لتحريرها. الغاية من هذا المجيء أولا أن نوصي أو ننقل وصايا المرجعية للمقاتلين بأن يحافظون على الممتلكات العامة، بأن يعاملون الأسرى معاملة جيدة، وأن ننقل لهم صورة أهل البيت عليهم السلام، حيث أن الإمام يقول يا شيعتنا تخلقوا بأخلاقنا، أخلاق أهل البيت ما بها لا ظلم ولا اعتداء. والحمد لله الأخوة كلهم معنويات، الأخوة كلهم قبول لهذه النصائح.